أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. سيشن 2 هتبقى بنكمل فيها لكتشر 6 في الاندوكراين، بناخد الديس اوردرز اوف باراثايرويد جلاند، الغدة الجار درقية. فنتوكل على الله نبتدئ. الديس اوردرز كما هي الحال دائما ابدا بينقسم الى قسمين. ففي عندي هياخد شكلين، يا هايبو باراثايروديزم، وده الاشهر، ده اللي هنركز عليه، ده اللي بيجي في النظر كتير، يا هايبر باراثايروديزم. في الاول احب اقول لكم معلومه جميله وتاخد بالك منها، انه في الهايبو باراثايروديزم there is hypocalcemia، وفي الهايبر باراثايروديزم there is هايبركالسيميا. يعني ماشي الكالسيوم ماشي مع مستوى الباراثرمون، خلاص. في الهايبو باراثايروديزم there is hypocalcemia، وفي الهايبر باراثايروديزم there is hypercalcemia. دي اهم معلومه، يعني دي افتتاحيه، لو بدات بيها خطا ما حدش هيسمعك. وخد بالك ملحوظة كمراجعة كده خفيفة، إن في الثيرويد ما كانش هو ده الحال يا أولاد. خلاص؟ أمال إيه اللي كان بيحصل في الثيرويد؟ في الثيرويد كان الكوليسترول ماشي عكس الثيروكسين. في الهايبر ثيروديزم there is hypo كوليسترينيميا، كابتن أهم المعلومات. وفي الهايبو هايبو ثيروديزم there is hyper كوليسترينيميا. دي معلومة أحبك تقعد فاكرها مع حييت. إن الكالسيوم ماشي طرديا مع مستوى الباراثرمون، بينما الكوليسترول ماشي عكسيا مع مستوى الثيروكسين. دي من اهم الاسئله في الام اس كيو تبقى عارفها. طيب هنبتدي الاول بالهايبو باراثيروديزم. يبقى في الهايبو باراثيروديزم قلنا في هايبوكالسيميا، في هايبوكالسيميا هتؤدي الى تيتاني، ده اللي هنشرحه، ده الموضوع الاساسي عندنا. يبقى في هايبوكالسيميا. طب انا اسف بس هصلح حاجه تشينجز، يبقى هتؤدي الى مرض التيتاني. فهسيبه ده لانه ده اهم حاجه هقوله في النهايه. وفي الهايبر نبتدي الاول بالهايبر باراثايروديزم ذير از هايبر كالسيم. الهايبر باراثايروديزم يا اولاد في يوجد نوعان من الهايبر باراثايروديزم اللي هو فيه هايبر كالسيم، يا برايمري هايبر باراثايروديزم ودي الاهم، يا اما سكندري هايبر باراثايروديزم، ده للاوائل، يبقى عارف ان في يوجد نوعان، يا برايمري يا سكندري. البرايمري هايبر باراثايروديزم سببها ايه؟ انا علمتكم ان لما اقول برايمري يبقى الخلل في الغده ذاتها، في نفس الغده مش في حته اخرى، فده بقول برايمري. فهنا غالبا الخلل بيبقى سببه ادينوما، وعلمتك كلمة أوما يعني ورم، أدينو يعني جلاند، ورم في غدة الباراثيرويد. وحميد على فكرة نوت كانسرس، لو كان كانسر كنا قلنا أدينو كارسينوما. يعني دي بعلمك حاجة اعتبرها فقط المعلومات العامة. أوما أي حاجة تنتهي بأوما أو إم إيه في الطب بيبقى ورم. ورم ما قلناش خبيث. أدينو يعني في الغدة. أدينوما يعني ورم في الغدة. حميد. لو كان خبيث كنا قلنا ادينو كارسينوما، عشان مهم في ممارسه الطب لما عيان تلاقي عنده هايبر باراثايروديزم ما تتخضش وتلاقي ورم في غده الباراثايرويد فتقول ده خايفين يطلع كانسر، لا، احتمال انه يطلع كانسر فيري ريموت، مستبعد جدا. معظم اورام الغده الجار درقيه بتبقى حميده. او ممكن حاجه ثانيه، مفيش ورم، في مجرد زياده هايبربليزيا وانلارجمنت اوف باراثايرويد جلاند في وان اور مور، لان هم اربع غدد، واحده اربعه. يبقى برضو دي معلومه مهمه جدا بقولها للزملاء الاصغر سنا. عيان عنده هايبر باراثايرويديزم، برايمري هايبر باراثايرويديزم، في الاغلب موستلي ما هياش حاجه خبيثه، يا ادينوما يا هايبربليزيا. هايبربليزيا يعني زياده في عدد الخلايا، هايبر يعني زياده، وبليزيا يعني تخليق، زياده في تخليق الخلايا. في one or more of the parathyroid, the four parathyroid glands.
طب اهم حاجه في الام اس كيو تشينجز اللي بتحصل في البلد، اهم حاجه اقولها، قلنا ان الكالسيوم متمشي طرديا مع الباراثورمون، لان وظيفه الباراثورمون الوحيده انها تزود الكالسيوم، هو مش وظيفه ثانيه غير كده. ففي الهايبر باراثيرويديزم ذير از هايبر كالسيميا اهي، خلاص هيجيبها منين الكالسيوم ده؟ معظم هذا الكالسيوم جاي من المخازن من البول، فبيحطم البول ويزود الكالسيوم. عشان كده قلت معلومه حفظتها العجيال، ان اكبر معول لتحطيم البول هو الباراثورمون هرمون، ولا يتاثر البونز في مرض قدر تاثره في الهايبر باراثيروديزم. يعني البلد في هايبر كالسيميا، جايه منين الهايبر كالسيميا دي؟ من تحطيم البون اساسا، طبعا جايه كمان من زياده الامتصاص بالانتستين وزياده الابزوربشن من الكيدني، كل ده سورسز، بس المصدر الاساسي للهايبر كالسيميا في الهايبر باراثيروديزم من البون، يبقى البون انتهى زي ما نشوف. طيب هذا الهايبر كالسيميا هتؤدي لمصيبه تانية، انه الكالسيوم ده هينزل في اليورين فيحصل كالسينوريا، يعني كالسيوم ان يورين، وطبعا دي هتؤدي لمصيبه هنشوفها دلوقتي ستونز. نيجي بقى دي الغلطه المشهوره، الفوسفيت في الدم بيحصل له ايه؟ احنا عارفين الباراثورمون في الكيدني كان بيزود الفوسفيت اكسكريشن، بيمنع الفوسفيت ريابزوربشن في البروكسيما، لو كنت فاكر بيعمل له اكسكريشن عشان يشتغل كبفر، فلما الباراثورمون يزيد ويرمي فوسفيت كتير يبقى الفوسفيت في الدم هيقل، هايبوفوسفاتيميا، وينزل في اليورين يبقى فوسفاتوريا. انا بحب تملي التسهيل يا اولاد ونفهم بطريقه لطيفه، فانا لخصت لك البلاد واليورين تشينجز اللي هو اهم سؤال في البرايمري هايبر باراثيرويديزم، في ان الكالسيوم والفوسفيت في الدم والكالسيوم والفوسفيت في اليورين، افتح ودانك، كله زاد ما عدا واحده، الفوسفيت نقص في الدم بس، انما اليورين الاثنين زادوا، كالسينوريا وفوسفاتوريا. في البلد الكالسيوم زاد في الدم هايبركالسيميا، والفوسفيت نقص بس، دي اللي تاخد بالك منها، هي دي اللي غلطك فيها في الام اس كيو. يبقى في الهايبر مش الاربعه زايدين، ثلاثة زايدين ما عدا الفوسفيت في الدم بينقص. إذا واضح. تعال بقى المانيفستيشنز. إيه الخطورة على العيان ده؟ إن إحنا العيان عنده كالسينوريا. تخيل كمية كالسيوم بالهبل جاية من البول ونازلة في البول. خلاص في اليورين. جاية من البول ونازلة في اليورين. فالعيان هيحصل له رينال ستونز. وطبعًا كالسيوم كتير في البول عنده إكسسيف يورينيشن. عايز أعلمكم حاجة في الطب كويسة جدًا. عيان عنده مالتبل ستونز في الكيدني او ريكارنت ستونز، بنشيل ستون ترجع تاني، يبقى احنا نقولها في جمله واحده، مالتبل ريكارنت ستونز في الكليه، الطبيب النابغ لازم يفكر العيان ده عنده هايبر باراثيرويديزم، احد اشهر اسباب. يبقى لو عندك قريب بيجي له حصوات متكرره او متعدده غالبا بيبقى سببه هايبر باراثيرويديزم، لازم نشوف مستوى الباراثيرويد وننقصه، نشيل الادينوما، نعمل حاجه. وطبعا الكالسيوم كتير بيؤدي الى اكسسيف يورينيشن. نيجي بقى المصيبه الاكبر في البونز، احنا قلنا الكالسيوم ده جايبه منين هو؟ اكبر معول لتحطيم البون هو الباراثيرمون. فبيحطم البون، فبيبقى فيه بون ويكنس، ضعيف وفراجايل. فراجيل يعني هش قابل للكسر، ان بون فراجيل ان بون اند جوينت بين. طيب انا عايز اقول لك حاجه، ضعيف لدرجه العيان وهو ماشي ما حدش ضربه في رجله ولا في ايده يتكسر البون، نسميها باثولوجيكال فراكشن. في السيفير كيسز بتاعت الهايبر باراثيرويديزم بيبقى البونز من كتر ما اتحطم مش في ثقوب، العيان اللي بياخد كورتيزون البون بيبقى فيه ثقوب بورز، ده بيبقى فيه سيستس، يعني من كتر ما فضي من الكالسيوم بقى فيه فجوات سيستس حويصلات، لدرجه يسموا المرض ما عندناش الكلام ده، اوستيايتس فايبروزا سيستيكا، كل حاجه لها معنى.
اوستيايتس يعني في التهاب في البون بدليل ان في بون بين اوستيايتس. فايبروزا يعني بقى بضعف الفايبر زي الفايبرس تيشو قابل للكسر هو ماشي من غير ما حد يخبطه يتكسر. وسيستيكا مليان بسيست. للزملاء الاصغر سنا مش ليكوا المرض ده بيسموه فون ريكلينغهاوسن ديزيز. فون ريكلينغهاوسن ديزيز يبقى ايه هو الفون ريكلينغهاوسن ديزيز؟ اللي هو اوستيايتس فايبروزا سيستيكا. البوم ملتهب اوستيايتس فايبروزا مثل الفايبرس تيشو ضعيف فراجايل قابل للكسر وسيستيكا لانه مليان فجوات. اما زيد الكالسيوم الاكسيتابيلتي يحصل فيها ايه يا اولاد؟ تقل الاكسيتابيلتي ماشي عكس الكالسيوم. يبقى ثالث حاجه اللي عنده ماسل ويكنس وطارق. بالاضافه في حاجات اخرى دي مش مهمه قوي. ابدومينال بين نوزيا غثان نفس فوميتنج قيء لوس اوف ابيتايت فقدان للشهية. ده البرايمري هايبر باراثيرويديزم. امال ايه السكندري هايبر باراثيرويديزم؟ علمنا. اما اقول برايمري يبقى الخلل في الغده المعنيه الباراثيرويد فيها ادينوما هايبربليزيا. انما سكندري يبقى الباراثيرويد جلاند بتشتغل كتير بتطلع باراثرمون كتير بس الخلل مش فيها كنتيجه لحاجه تانية. ايه بقى الحاجه التانية؟ نقص الكالسيوم. اي مرض يؤدي لنقص الكالسيوم احنا قلنا اهم ستيمولس للباراثرمون هو نقص الكالسيوم لان وظيفته الوحيده انه بيزود الكالسيوم. فلما الكالسيوم يقل عشان يزوده لازم يزيد الباراثرمون. فالسكندري هايبر باراثيرويديزم سببها الرئيسي نقص الكالسيوم في الدم. طب ايه الحاجات اللي تنقص الكالسيوم؟ ناخد شويه حاجات مهمه. واحد من اشهر اسباب العيانين اللي عندهم فشل كلوي اللي بيعملوا غسيل في الكلى كرونيك رينال فيلير. ليه؟ لان في الكرونيك رينال فيلير بيحصل ريتنشن اوف فوسفيت. ما هو المفروض الكليه السليمه بترمي الفوسفيت في اليورين عشان تعمل بفر للاسيدز فما بترميش فالفوسفيت حصل له ريتنشن في الدم. اما الفوسفيت يزيد الكالسيوم يقل لان قلنا حاصل ضربهم يساوي ثابت اللي هو السوليبيتي برودكت. يبقى اشهر سبب للسكند هايبر باراثيرويديزم كرونيك رينال فيلير. ثاني سبب ينقص الكالسيوم نقص فيتامين دي. مش فيتامين دي ده كان هو الاساس اللي بيعمل ابزوربشن من الكالسيوم من الانتستين وبيساعد الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم في الكدني. نقص فيتامين دي نقص كالسيوم وبالتالي يزود الباراثرمون. ثلاثة نقص الكالسيوم ان دايت. واحد ما بياكلش الديري برودكتس والزبادي واللبن والجبنه والحاجات الحلوه اللي كلها كالسيوم دي او في مرض بيعوق الكالسيوم ابزوربشن. ادي اسباب السكندري هايبر باراثيرويديزم تبقى عارفها. يبقى ده المرض الاقل اهميه اللي ما بيجيبوهوش كتير اللي هو الهايبر باراثيرويديزم. في كم نوع؟ نوعان. برايمري يبقى الخلل في الباراثيرويد يا ادينوما يعني ورم حميد يا اما هايبربليزيا زياده في عدد الخلايا. ايه التشينجز في الدم وفي اليورين تبقى حافظها صم؟ في الهايبر في اثنين في البلاد كالسيوم فوسفيت واثنين في اليورين كالسيوم فوسفيت. ثلاثه بيزيدوا واحده بتنقص. يبقى الطالب الذكي المذاكره فن انت تعرف مين اللي نقصت يبقى التاتا تنزل. مين اللي نقص؟ مين اللي نقص؟ فوسفيت ان بلاد. فوسفيت ان بلاد لانه الباراثرمون بيرمي الفوسفيت في اليورين كتير فنقص في الدم وطالما ما في اليورين عشان كده زاد في اليورين. اما الباقيين زايدين في هايبر كالسيميا وفي اليورين الاثنين زايدين كالسينوريا اند فوسفاتوريا. ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو. ايه المانيفستيشنز؟ اهم حاجه الكيدني والبون. اما ينزل الكالسيوم كالسينوريا بالهبل ومعاه حتى فوسفاتوريا يبقى طبعا هيحصل رينال ستونز وحفظتها لكم متعدده ومتكرره كارنت رينال ستونز كارنت اسف ريكارنت مالتبل رينال ستونز يعني يا مالتبل يا ريكارنت او الاثنين مالتبل وريكارنت. يبقى علمتك في الطب لو جالك عيان بيجي له حصوات في الكليه متكرره او يعني متعدده او الاثنين متكرره ومتعدده اوعى تفكر في حاجه غير الهايبر باراثيرويديزم نمره واحد. ومعلومات فقر المعلومات العامه اللي بقولها لكم يا اولاد اهم حاجه في الدنيا انك تصرف في شرب الميه. الناس اللي بتشرب ماء قليله وبتبقى دي هيدريتد
نسبه حدوث حصوات في الكلى عندها ده بره الموضوع بتزيد 4 تو 6 تايمز. يعني اي واحد عنده حصوه في العالم ده اهم حاجه يعملها انه يشرب ميه كتير. كلنا لازم نشرب ميه كتير لان نقص شرب الميه بيزود فرصه تكون الحصوات من غير فرط ثيرويد من غير حاجه 4 تو 6 تايمز. كانت هذه فقره في معلومات العام. يبقى الكليه هيحصل ريكارنت اور مالبل اور ريكارنت اند مالبل رينال ستونز. وطبعا نازل كالسيوم فوسفيت بالهبل يبقى العام ده بيروح التواليت كتير اكسسيف يورينيشن. طب نيجي البون، هو الكالسيوم ده والفوسفيت جايين منين اساسا؟ جايين من البون. ان اكبر معول لتحطيم البون هو الباراثيرمون هرمون، ولا يتاثر العظم في مرض قدر تاثره ان هايبر باراثيرميزم. قلت في زياده الكورتيزول زي ما هنشوف في الغده القادمه باذن الله بيبقى فيه ثقوب في العظم، انما ده فيه سيست فجوات. ففي بون ويكنس قابل للكسر فراجايل وانت ماشي، يسموها باثولوجيكال فراكشر، غيبه خبط او مع فيري سلايت تروما، خبطه ما تستدعيش. يعني ما فيش خبطه خالص او خبطه تافهه. وفي بين وجوينت، في بون وجوينت بين. وقلنا المرض اسمه ايه ما عليناش للزملاء الاصغر سنا، اوستيايتس فايبروزا سيستيك. وهو بيشرح المرض، اوستيايتس التهاب في العظم يبقى فيه وجع، فايبروزا ضعيف زي الفايبروس تيشو، سيستيكا في فجوات. دول الاثنين المهمين. بعد كده بقى ماسل ويكنس وتايرنج عشان خاطر الاكسسبيليتي بتقل، الجهاز الهضمي ملخبط، نوزيا وفوميتنج وابدومينال بين ولوس اوف ابيتايت. دي زياده ما اعتقد عدد كبير من الناس ما يعرفوهاش. تاني نوع اللي هو السكندري هايبر باراثيرويديزم افريت. ده يبقى العيب مش في الباراثيرويد، امال ايه اللي زود الباراثرمون؟ هو ايه اهم ستيمولس ليه؟ نقص الكالسيوم، ان في حاجه نقصت الكالسيوم فاستجابت الباراثيرويد جلاند بانها زودت الباراثرمون. مي زي ايه؟ اشهر سبب كرونيك رينال فيلير. حصل احتجاز في الفوسفيت، فالفوسفيت لما زاد في الدم قلل الكالسيوم لان حصل ضربهم يساوي ثابت. او نقص فيتامين دي اللي هو مهم للابزوربشن بتاع الكالسيوم والري ابزوربشن من الكدني. او واحد ما بياكلش كالسيوم، نقص الكالسيوم ان دايت والكالسيوم ابزوربشن. في اولاد الباراثرمون ريسبتور ساعات بعض الناس تسال فيه، في نوعين من الباراثرمون ريسبتور، في ريسبتور 1 باراثرمون ريسبتور 1 ده المهم، ده المهم يا ولاد، ده اللي موجود في البونز والكدني اللي هو الملاعب الاساسيه اللي بيلعب فيها الباراثرمون. لان قلنا حتى الباراثرمون ما بيلعبش في الانتستين لو انت فاكر، بيبعت ابنه اللي هو فيتامين دي اللي هو عامله هو اللي يلعب له. انما الملعبين الاساسيين البونز والكدني. هنا نوع ريسبتور ايه؟ اسمه باراثرمون ريسبتور 1. وعلى فكره ده في بروتينز ريليتد تو باراثرمون بتشتغل على نفس الريسبتور، يعني هذا الريسبتور 1 بيشتغل عليه الباراثرمون نفسه والبروتينات اللي هي شبه الباراثرمون، سموها باراثرمون ريليتد بروتين، شغل على ريسبتور نمبر 1 ده المهم يا اولاد. هل في ريسبتورز اخرى؟ في ريسبتور 2 بس ده ما يعنيناش قوي. ده موجود في السنترال نيرفس سيستم، في البنكرياس، في البلاسينتا، في التستس. طب الريسبتور دي نوعها ايه؟ معروفه طبعا، هو الباراثرمون ده مش قلنا الغدد اللي بحرف البي، بيتيوتري وبنكرياس وباراثيرويد كلها بتطلع بروتين او بوليبيبتايد بحرف البي. طب البروتين والبوليبيبتايد بيشتغلوا ازاي؟ اقولها كل مره. نون جينوميك، ما بيدخلوش جوه الخليه لان هم ما ليبيد لايبوفيليك، ما بيدوبوش في السيل ميمبر اللي هو ليبيد، بيبقوا على الاوتر سيرفيس بتاع السيل ميمبر في ريسبتور، والريسبتور ده متصل بجي بروتين، والجي بروتين بيشتغل عن طريق سكند ماسنجرز. كان من ضمنهم مثلا السايكليك ام بي، او اشهرهم اثنين السايكليك ام بي والانستول ترايفوسفيت والدايسايل جيسو. يبقى هنا لما يجيب لي في الام اس كيو ان الريسبتور بتاعت الباراثرمون دول جي بروتين كابل ريسبتور، صح، ريسبتور ماسك في جي بروتين. عيدها تاني، قلتها مليون مره، الغدد اللي بحرف البي قولها حضرتك، بيتيوتري بنكرياس وموضوعنا باراثيرويد، تطلع هرمون تركيبها بحرف البي بروتين او بوليبيبتايدز اللي هم ما بيدوبوش في الليبيد، يبقى السلم يبقى الريسبتور بتاعهم فين؟ في الاوتر بوردر اوف سيل ميمبرين. طب ازاي ده هيشتغل جوه؟ لانه متصل بجي بروتين، والجي بروتين بيبعت سكند ماسنجر، فيقولوا عليهم جي بروتين كابل ريسبتور. مين اشهر تو سكند ماسنجر؟ سايكليك ام بي ثم سايكليك ام بي ثم سايكليك ام بي. ثم لو الموضوع فيه كالسيوم هنستخدم الانزيتول ترايفوسفيت والداي اسايل جليسرول.
هل في اتنين تانيين جاست تذكرهم؟ اه اللي هو السايكليك جي ام بي والكالسيوم كالمودرين سيستم. اهو بنراجع يا اولاد. نيجي بقى للبيج الاخير والاهم وهو مرض التيتاني. وركز معايا كويس قوي لان دي مشكله عند كثير من الناس ونظري مهم. اس 1000 مرض التيتاني اهو تشنج. مع شقت مثل عشق النظام هتكلم على التيتاني في اربع نقاط. اول نقطه ديفينيشن، تعريف التيتاني، الارجوحه المشهوره. فاكر كنت قلت لكم مين اهم اين ياثر في الاكسايتابيلتي في الجسم؟ لو كتب لك اربع اينات في الام اس كيو قال لك اختار اهم واحد بياثر في الاكسايتابيلتي، ما تقراش السؤال. كالسيوم. طب السكند كومون للاوائل، ليه كنتوا بس مش للطلبه الممتازين، للاوائل. مغنيسيوم، عنده هاف بوتنسي اوف كالسيوم، نص قدره كالسيوم. فما هو تعريف التيتاني؟ قلت العلاقه بالاكسايتابيلتي والكالسيوم علاقه معكوسه زي الارجوحه. لو نقص الايونايز كالسيوم هيزيد النيوروماسكولار اكسايتابيلتي، زاد الايونايز كالسيوم اللي هو مش موضوعنا هيقل النيوروماسكولار اكسايتابيلتي. فما هو تعريف التيتاني؟ اوعى تنسى الارجوحه دي. زياده في النيوروماسكولار اكسايتابيلتي بسبب نقص، افتح ودنك، افتح ودنك للاوائل، الايونايزد كالسيوم. ما تقوليش كالسيوم، اللي ناقص هو الايونايزد كالسيوم. قلتها كما قوة شمشون في شعره، قوة شمشون كانت في شعره. قوة الكالسيوم في التشارجز، فلازم يبقى ايونايزد. الايونايزد كالسيوم هو الاكتف كالسيوم، لو مش ايونايزد يبقى مش اكتف. يبقى الاوائل بيقول كده جمل تخلي الممتحن معجب من اول ما بيقول الديفينيشن. ما هو التيتاني؟ زيادة في النيوروماسكولار اكسايتابيلتي بسبب نقص، افتح ودنك، الايونايز كالسيوم. هيسألك قول لي طب التفسير ليه لما بينقص كالسيوم بتزيد الاكسايتابيلتي؟ لان الكهرباء بتزيد. هو مين اللي بيعمل الديبولاريزيشن في الجسم؟ صوديوم انفلكس معايا من خلال ايه؟ فولتج جيتد صوديوم شانل. مين البادي جاردز اللي واقفين على البوابات بيمنعوا دخول الصوديوم؟ الكالسيوم. الصوديوم بوزيتيف والكالسيوم عنده اثنين بوزيتيف بايفيلن. يبقى لما يبقى في كالسيوم كتير الصوديوم ما يدخلش. طب العكس اللي هو موضوعنا دلوقتي، لو قللت الكالسيوم وهو قل يبقى الصوديوم هيدخل اسهل، يبقى هيقل الثريشولد بتاع الفولتج جيتد صوديوم شانلز، فيدخل الصوديوم اكتر، يعمل ديبولاريزيشن اكتر، كهرباء اكتر، اكسايتابيلتي تزيد. يبقى سبب زياده الاكسايتابيلتي بسبب نقص الايونايز كالسيوم هو ان نقص الايونايز كالسيوم بينقص الثريشولد بتاع الفولتج جيتد صوديوم شانلز. شلت الحرس اللي واقفين على بوابات الفولتج جيتد صوديوم شانلز، يبقى خلاص الصوديوم يمرح ويهرج ويدخل، مفيش حد بيمنعه، فتزيد الاكسايتابيلتي. النقطة الثانية كوزس، ما عشقت مثل عشق النظام يا أولاد. ما هي أسباب التيتاني؟ قلت إن السبب الأساسي ما بقولش الوحيد، لأن إحنا هنا بنصنع الأوائل، هو نقص الأيونايزد كالسيوم. طب إيه أسبابه؟ طيب بطريقة جميلة أوي. اكتب المعادلة وأنت هتعرف كل أسبابه. المعادلة كانت بتقول حاصل ضرب الأيونايزد كالسيوم في الانورجانيك فوسفيت يساوي ثابت اللي هو السوليبيلتي برودكت. وتعالى ناخدها من الاخر للاول. يبقى امتى هيقل؟ يبقى مفيش تيتاني غير لو نقص الايونايز كالسيوم. يبقى عاوزك تلعب في اطراف المعادله الثلاث اللي هو الكالسيوم والفوسفور والسوليبيلتي برودكت بما يحقق في النهايه نقص الكالسيوم. عشان الكالسيوم ينقص لازم ننقص السوليبيليتي برودكت. طب وهي السوليبيليتي برودكت بتنقص امتى؟ يعني الكالسيوم ما بيدوبش في انهي وسط؟ في الوسط الالكالاين. فعشان كده اول سبب الكالوزيس. اي مرض، وفي امراض كتيره جدا تديك قاعديه قلويه في الجسم، الكالوزيس هتنقص السوليبيليتي برودكت، يبقى الكالسيوم مش هيدوب، هيقل الايونايز كالسيوم.
يحصل لك تيتاني. طب الثريشولد بتاع التيتاني نورمالي البي اتش 7.4، لو زاد ل 7.6 يبقى يحصل لك على طول تيتاني، فيسموها الثريشولد اوف تيتاني. ده اول سبب. تاني سبب، العيانين اللي عندهم كرونيك رينال فيلير لسه قايلينهم بيحصل لهم ريتنشن للفوسفيت، الفوسفيت بيحصل له ريتنشن. طب وبالتالي ادام حاصل ضرب الكالسيوم في الفوسفيت ثابت يبقى الكالسيوم يقل. ده السبب الثاني ان هو رينال فيلير. طب برضه للزملاء الاصغر سنا، عشان الطب حاجه والمعلومات المجرده الثيوريتيكال حاجه ثانيه. افتكر مره طالب سالني، بس انا عندي قريب عنده كرونيك رينال فيلير وما عندوش تيتا. قلت له طبعا انها رير. ليه بقى؟ ليه معظم العيانين اللي عندهم كرونيك رينال فيلير ما عندهمش تيتا؟ بعضهم فقط. لان الرينال فيلير بيعمل حاجتين بيعكسوا بعض، بيعمل ريتنشن فوسفيت، ودي من ناحيه تنقص الايونايز كالسيوم لان حصل ضربهم ثابت. لكن الكرونيك رينال فيلير بيعمل ريتنشن ريتنشن ريتنشن. أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم، وبنأسف لقطع الإرسال، حاجة يعني متوقعة، إحنا في أمريكا مش هنقدر نبقى في حتة مور تكنيكالي أدفانسد عن كده، ومع ذلك القطع ده شيء متوقع. فأتملي حتى في أعتى البرودكاستنج ستيشنز بيحصل قطع، فبعتذر وابتدي تاني التيتاني. في عجالة نعيد لفات التيتاني، قلنا هنتكلم عليه في أربعة نقاط. النقطة الأولى باي ديفينيشن، إنه هنتكلم على الديفينيشن والكوزس والتايبس والتريتمنتس عشان نبقى متفقين. ديفينيشن قلنا إنه أهم أيون بيتحكم في الإكسايتابيليتي هو الأيونايزد كالسيوم، لدرجة قلت في أي سؤال إم إس كيو ده بقول لك اختار الاين اللي بيتحكم في الاكسيتابيلتي ما تقراش ايونايز كالسيوم. تاني معلومه عرفناها، العلاقه عكسيه، نقص الايونايز كالسيوم يزود الاكسيتابيلتي والعكس بالعكس. فما هو الديفينيشن بتاع التيتاني؟ هي الارجوحه اللي قصادك دي، increased neuromuscular excitability due to decreased ionized calcium. وافتح ودانك، اوعى تقول كالسيوم، الاكتف كالسيوم هو الايونايز. زي ما قلنا، كما قوه شمشون في شعره قوه الكالسيوم في التشارجز، الايونايز كالسيوم هو الاكتف، الكالسيوم اللي مش متعين ان اكتف. طب ايه الميكانيزم؟ قلت ان ان هو الكهرباء بتاعت الجسم بتعتمد على الصوديوم انفلكس اللي هي بتدخل من خلال الفولتج جيتد صوديوم شانلز. هذه الشانلز جاردد بايونايز كالسيوم، فلو ما فيش ايونايز كالسيوم يبقى دخول الصوديوم ميسور اكثر، يعني الثريشولد بتاع فتح الفولتج جيتد صوديوم شانلز قل، يدخل الصوديوم اكثر يعمل كهرباء اكثر يزود الاكسيتابيلتي. انت مش هتقول الشرح ده، انت هتقول بسبب نقص الثريشولد، نقص الثريشولد اوف فولتج جيتد صوديوم شانلز. بس النقطه الثانيه كوزس، قلت السبب الرئيسي في التيتاني هو نقص الايونايز كالسيوم. بقولها لك بطريقه لطيفه كعادتنا، هنقولها بطريقه منظمه. انت هتحط المعادله اللي قلناها ألف مره، وهي حاصل ضرب الايونايز كالسيوم في الانورجانيك فوسفيت يساوي ثابت سوليبيلتي برودكت. فمطلوب من حضرتك انك تتعامل مع اطراف المعادله الثلاث بما يحقق في النهايه نقص الايونايز كالسيوم، لانه عشان يبقى في تيتاني لازم نقص الايونايز كالسيوم. ابتدي بالاخر، ايه اللي ممكن اعمله في السوليبيليتي برودكت عشان انقص الايونايز كالسيوم؟ انقص السوليبيليتي، والكالسيوم لا يذوب، لا يذوب في الوسط الالكالين. يبقى اول سبب للتيتاني الكالوزيس، وعد معايا. طيب نورمالي البي اتش بتبقى 7.4، لو عليت البي اتش ل 7.6
اوتوماتيكالي هيحصل تيتاني، يسموا ده ثريشولد اوف تيتاني. ادي اول سبب. تاني سبب يا اولاد، اعمل ايه في الفوسفيت عشان ينقص الايونايز كالسيوم؟ نفكر، يبقى ازود فوسفيت لان حاصل ضربهم مثال. اشهر حاجه بتزود الفوسفيت لسه قايلينها دلوقتي اللي هو رينال فيلير، كرونيك رينال فيلير خدناه، بيحصل ريتنشن فوسفيت وعليه الكالسيوم يقل فيحصل تيتاني. للزملاء الاصغر سنا، قلت جاني طالب مره قال لي انا قريبي عنده كرونيك رينال فيلير، يعني رينال فيلير معتبر وما عندوش تيتاني. قلت له طبعا، لان في الكرونيك رينال فيلير بيحدث شيئان متعاكسان. من ناحيه بيحصل ريتنشن فوسفيت وبالتالي ده ينقص الانايس كالسيوم ويؤدي لتيتاني. طب والناحيه الثانيه بيحصل ريتنشن للاسيد ويست برودكتس، الكليه بتتخلص من الفيكسد اسيدز فمش عارفه، فالفيكسد اسيد يتجمعوا هيحصل ريتنشن والاسيد ويست برودكت، يحصل اسيدوزيس وده بيزود ذوبان الكالسيوم والايونيزيشن بتاع الكالسيوم فيمنع التيتاني. عشان كده في معظم حالات الكرونيك رينال فيلير للناس اللي فاهمه طب ما بنشوفش حالات تيتاني. اللي بقى بفهمك طب مش عاوز لسه ونحفظ وما بنفكرش. معظم ان ثانك جاد معظم حالات الفشل الكلوي في العالم ما عندهمش تيتاني، عدد قليل اللي عندهم، لان ربنا عمل لهم داء ودواء. الداء ان يزيد الفوسفيت ينقص الكالسيوم، ده الداء. طب والدواء؟ ان الريتنشن واسيد ويست برودكتس بتزود الكالسيوم فتعاكس تاثير الفوسفيت. يبقى دي سببين، سولبيلتي برودكت فوسفيت. نمسك الكالسيوم بقى وهو الاهم دايركتلي، هنتكلم ثلاث اسباب. اول سبب واشهر سبب، ان هايبو باراثايروديزم ذير از هايبو كالسيميا، نقص الباراثيرمون، لان ده وظيفته الوحيده يزود الكالسيوم. يبقى الكالسيوم ايه اصلا؟ بينقص الباراثيرمون. طب وايه اشهر سبب للهايبو باراثايروديزم؟ فتح ودانك. faulty removal during thyroidectomy، ازاله خاطئه في عمليه الغده الدرقيه. faulty removal يعني ازاله خاطئه during اثناء thyroidectomy، انه احنا بنشيل الثيرويد اتشال الباراثيرويد جلاند. واحد يقول يعني الجراح ما خدش باله انها على البوستيرور سيرفيس ومفروض بنسيب حته احنا عشان نسيب حته من الثيرويد ومعاها الباراثيرويد. ساعات بتبقى congenitally embedded يعني مزروعه داخل الثيرويد، لا يمكن تفادي، هتشيل الثيرويد تتشال معاها. حاله ثانيه ما عليكش الكلام ده بس الاحترام الطب، انه انا بعمل عمليه الثيرويد حصل انتربشن للبلاد سبلاي بتاع الباراثيرويد، قاعده بس من غير بلاد سبلاي، يبقى بلاش قيمه. فاشهر سبب للهايبوكالسيميا للتيتاني في الدنيا هو الهايبو باراثيرويديزم بسبب ازاله خاطئه في اثناء عمليه الدرقيه. ومن المعلومات الطريفه اللي احب اقولها لك ان التيتاني ما بيظهرش بعد العمليه على طول، يعني بياخد مده 1 اور 2 ويكس قبل ما يبان هذا التيتاني. انك تبقى عارف يعني مش ادام العمليه خلصت وما حصلش تيتاني يبقى كل حاجه سليمه، لا، لان التاثير لا يظهر بعدها على طول. ما تقولش الكلام ده للزملاء الاصغر سنا، هعلمكم طب. تاني سبب من اسباب نقص الكالسيوم ديكريز ذا انستاينال ابزوربشن، وقلنا ايه اهم حاجه للانسان ابزوربشن؟ فيتامين دي. كالسيوم بدون فيتامين دي امتصاصه صعب. And thanks God. Thank God. ان فيتامين دي اساسا ما بناخدوش في الاكل، اساسا بتعمل بالالترا فايلت ما بين الساعه 10 والساعه 4 شعل فوق بنفسجيه. او واحد ما بياكلش كالسيوم، ما بيحبش الديري برودكتس، في فيتامين دي بس مفيش حاجه يساعدها للامتصاص. واحد مش غاوي ديري برودكتس ما بياكلش كميه كالسيوم كويسه. طبعا في حاجات تانية غير الديري برودكتس، منتجات الالبان فيها كالسيوم. تالت سبب اكسسيف اوكزاليت اور ستريت، يعني واحد بياخد اوكزاليت وستريت كتير بتخلي الكالسيوم مش متعين، يبقى ملوش قيمه. زي الناس اللي بتاكل طماطم بتاكل مانجا وحاجات زي كده، دي حاجات كلها بترسب الكالسيوم ملوش متعين. في بقى حاجه مهمه احب اقولها لكم، ابقوا لاحظوها. لو عيان عمل عمليه وعملنا له يعني اكسسيف بلاد ترانسفيوجن
لا يعني ما ادينا له كميه بلاد نزف كتير وادينا له كميه بلاد كتير، ممكن يحصل له تيتاني. ليه بقى؟ لان البلاد اللي احنا نقلناه له ده ازاي احنا مانعين تجلطه؟ حاطين عليه اوكزاليت، اسف ستريت، حاطين عليه ستريت خدناه. فالستريت ده اللي هو مانع تجلط البلاد بتاع الدونر، هينقص الكالسيوم بتاع المريض يؤدي الى تيتاني. نشوفها كتير قوي قوي ان عيان ادينا له لارج فوليوم اوف بلاد ترانسفيوجن، بعد العمليه يجي له تيتاني. نبقى فاهمين، فاهمين طب، مش حافظين، مش لسه، لازم نفهم السيتويشن فين. يبقى دي الاسباب الخمسه للتيتاني يا اولاد. سولوبيلتي برودكت سبب، نقص سولوبيلتي برودكت زي الالكالوزيس، ريتنشن فوسفيت تاني سبب، الكالسيوم خدنا ثلاثه اشهر سبب لنقص الكالسيوم في الخمسه دول، والهايبوباراثيروديزم في ازاله خاطئه في عمليه الثيرويد، او نقص الانسان ابزوربشن بسبب نقص فيتامين دي، او ان واحد ما بيحبش الحاجات اللي فيها كالسيوم، او خمسه اكسسيف اوكزاليتس وستريتس. طب انا عايز اعلمكم حاجه تاني مكتوبه في بعض التكس بوكس. في تقسيمه تانيه للكوزس احب تعرفوها لروحكم. في 3 ميجر كوزس او تايبس اوف تيتاني. اشهر تيتاني بتاع نقص الكالسيوم هايبوكالسيميك تيتاني، واللي هو اشهر سبب ليه ايه؟ هايبوباراثيروديزم، ده أول نوع. تاني نوع هايبوماجنيسيميك تيتاني، إن في واحد عنده تيتاني مش بسبب نقص الكالسيوم، بسبب نقص المغنيسيوم، وهقولها مليون مرة، المغنيسيوم عنده هاف بوتنسي أوف كالسيوم. وعليها أقول لك إيه التطبيق الإكلينيكي. لما عيان قريبك عنده تيتاني ما بندروش كالسيوم بس، بنديله كال ماج، يعني كالسيوم ومغنيسيوم ميكتشر، بنشتري له دواء اقراص فيها كالسيوم ومغنيسيوم، لازم اتنين مع بعض. تالت سبب الكالوزيس. فدي تقسيمه في بعض التكست بوكس، ان يقول لك في 3 ميجور كوزز فور تيتاني، هايبوكالسيميا يبقى هايبوكالسيميك تيتاني، هايبوماجنيسيميا هايبوماجنيسيميك تيتاني، او الكالوز. اللي بقى مش الاوائل، اوائل الاوائل الاوائل الاوائل، وللزملاء الاصغر سنا ما يعرفوش الكلام ده، انا عارف ده في نوع نادر من التيتاني سببه تو ليتل بوتاسيوم. بوتاسيوم يبقى عاوزك لما يحصل عن تيتاني تفكر في ثلاث معادن بهذا الترتيب: كالسيوم ثم كالسيوم ثم كالسيوم، ونمره 4 مغنيسيوم، ونمره 10 بوتاسيوم. قلتش الكلام ده، الكلام ده للزملاء الاصغر سنا، انت تقول الخمسه اللي قلتهم لك، بس انا بعلمكم طب، عاوز ناس تطلع فاهمه طب، مش يعني مخهم كله في الامتحان وفي نفس الوقت يمثلوا خطوره على المرضى، مش عاوزين الكلام ده. طيب نيجي للنقطه الثالثه في التيتاني، وهي التايبس اوف تيتاني، انواع التيتاني. يوجد نوعان من التيتاني، مانيفست يعني ظاهر، وليتنت يعني خامل. هقارن ما بينهم في جدول من اربع نقاط، انكلودنج النقطه الرابعه اللي هي التريتمنت، هتبقى في الجدول النقطه الرابعه. يعني في اربع فروق ما بين المانيفست والليتنت. اول فرق واهم فرق في الام اس كيو، امتى التيتاني يبقى ظاهر مانيفست، وامتى يبقى خامل ليتنت هيدن يسموه مش باين. الرقم الفيصل رقم 7، مستوى الكالسيوم في الدم 7 مللي جرام، اقل من 7 مللي جرام يبقى مانيفست تيتاني، من 7 ل 9 يبقى ليتن تيتاني. احنا قلنا الكالسيوم نورمالي من 9 ل 11 مش كده؟ حتى قلنا في بعض الناس يقول لك 9 و4 من 10 ل 11. الرقم الفيصل هو انهي نوع من التيتاني؟ لو ناقص قوي تحت 7 يبقى مانيفست، ناقص بس ستيل فوق 7، من 7 ل 9 يبقى مش ناقص قوي يبقى ليه. قلت الرقم اللي كرمه الخالق حتى لا ينسى، وحطه قصادك كده تقعد تتفرج عليه لمده دقيقتين تلاته، رقم 7 ده قلناه قبل كده، الرقم اللي كرمه الخالق، السماوات 7، ايام الاسبوع 7، رقم 8 بنتعامل معاه 7، اوعى تنساه. طبعا في ناس تحب تغلس حتى هنا، يقول لك لا الرقم هو 7.4 مش 7. يا بابا عاوزك تبقى كمال عبد الله،
انا اميل للتبسيط لان ده بيساعد على التذكر. لما انا اقعد اعقد كل رقم في حاجات تافهه، ثم ان الاعداد فاريبل، يعني مفيش رقم يعني ازلي ابدي بالظبط، مفيش لا عدد الار بي سيز في كل الناس زي بعض، لا مستوى الكالسيوم في كل الناس بالظبط زي بعض، مفيش اي حاجه بالظبط بالظبط بالظبط. فده يبقى نوع من انواع التعقيد. فاكر بعض الناس انها ما تقول للطلبه ارقام لا يصعب تذكرها، دي يبقى هو كده يعني مهم. بليز يعني خليك يعني شخص بتفكر بذكاء، اختار الحاجات حتى لما تبقوا باذن الله اساتذه افاضل وتشرحوا، اختاروا الحاجات اللي يسهل تذكرها، وخلوا الدقه المتناهيه حيث ينبغي الدقه المتناهيه، انما مش في كل عدد تافه تقعدوا تحطوا ارقام صعب الواحد يتذكرها. زي ما قلت لك، لما تقول لي مثلا الكالسيوم في الدم نصه ايونايز ديفيوزابل اكتف والنص الثاني مش ايونايزابل مش اكتف، انا ما اقعدش بقى اقول مش عارف 46 و47 وكام، الكلام ده كلام فارغ. فهنا الرقم اللي مش هتنساه 7، ومقبول في كل العالم، تحت 7 يبقى ناقص قوي يبقى التيتاني مانيفست، فوق 7 يبقى ليتا. واديت اهو محاضره على ازاي ارقام لما تحاضر لما تذاكر تختار الاسهل. تاني نقطه، هو ليه قالوا على المانيفست مانيفست؟ لانه مانيفست ظاهر دورينج ريست، واحد هو قاعد معانا كده فجاه هيتشنك. طب وليه قالوا الليتنت هيدن مختبئ؟ لانه هو قاعد معانا زي الفل مش اي حاجه. اونلي اف ستريس، لو تعرض لستريس. كان ليا قريب طيب، واحنا اطفال نروح النادي طول ما احنا قاعدين كويسين مفيش ما عندوش تيتا، نغيظه او نلعب سواء غزناه او لعبنا، عمل ايه بقى؟ فكر معايا، اتشنج، عمل هايبر فنتيليشن، نفسه زاد من الغيظ او من اللعب، عمل واش للكربون دايكسايد، غسل الكربون دايكسايد، تخلص من كربونيك اسيد. فهو هيحصل له ايه بقى لما يحصل له كده؟ يحصل له الكالوزيس لانه فقد اسيد، والكالسيوم ما بيدوبش في الوسط الالكالاين، فالكالسيوم بدل ما كان فوق 7 والدنيا مستخبيه وحلوه، الايونايز كالسيوم قل بسبب ان هو ستريست وعمل هايبر فنتيليشن، نفسه زاد كنتيجه الاغاظه او كنتيجه اللعب، اتقلب لمانيفست تيتا. يبقى امتى هيجي له؟ امتى هنشوف التيتاني؟ اونلي اف ستريست، انما في المانيفست من غير ستريس من غير حاجه بيجي له تيتا. النقطه الثالثه، شخص ازاي المانيفست تيتاني؟ طريقه لطيفه خالص. 100% لما الاكسيتابيلتي هتزيد، ما هو ايه هو التيتاني؟ زياده في الاكسيتابيلتي هتاثر على السنسوري وعلى الموتور نيرفز. السنسوري هيجي له تينجلينج، يعني احساس تينجلينج، احساس شكشكه كده اراوند ذا ماوث وفي الديستال ليمز، ان العين يحس حوالين بقه في زي شكشكه كده ومش حاسسها كويس، حاسس منطقه الفم كده حواليها كويس، وفي الديستال ليمز في الابر لور ليمز بس بعاد عند الهاندز وعند الفوت ديستال. طب ايه المانيفستيشنز الموتور؟ الموتور كالاتي، هيحصل له سبازم في ايديه ورجليه يسموه كاربو بيدال سبازم. كاربو بيدال يعني ايديه ورجليه، انا هشبهها لكم كده، يبقى كاربال سبازم في الايدين، في الرجلين يسموها بيدال، كلمه انتوا عارفينها مش عارفينكم عارفينها، بيدال يعني رجل، مش احنا العجله عشان تمشي بيها بتحرك ايه البيدال، احنا بنقولها بالبي هي بالبي، بيدال بيدال يعني بتاع الرجل. لما بنركب في شرم الشيخ من غير مجاديف كده قارب بتمشيه برجليك يسموه بيدالو. فكاربو بيدال يعني سبازم في الهاند ويل فوت ماسلز، تلاقي الواحد كده. ممكن تتطور لحاجه اخطر، يحصل سبازم في اللارنجيال وريسبيراتوري ماسل، وبالتالي النفس يبقى صعب، وممكن العيان يجي له اسفكس يموت مختنق. شوف بقى الروعه الالهيه، ليه العيان في معظم الاونه حتى لما يجي له الاتاك ما بيموتش مختنق؟ لان الله يداوي والطبيب ياخذ الاجر. هو لما نفسه بيقف، فكر معايا، يبقى الـ CO2 جوه جسمه يحصل له ايه؟
يزيد يتجمع يدوب يدي كربونيك اسيد، والكالسيوم بيدوب في الوسط الاسيديك فالايونيزيشن اوف كالسيوم يزيد، فده يابورت يجهض النوبه قبل ان يعني تقضي على المريض. شوف الروعه، يعني اعراض المرض تفيد زي ما بقولها في شفائه، الله يداوي والطبيب ياخذ الاجر، والا كان كل عين عنده مانيفستيتني مع اول نوبه مات مختنق. لا، هو لما بيوقف النفس ده بيبقى حل، بيتجمع السي او2 يحصل اسيدوزيس يدوب الكالسيوم اكتر، فابورت اتسلف. فعلا الجمله اللي حفظتها لاجيال، اعراض المرض تفيد في شفائه، الله يداوي هو الطبيب ياخذ الاجر. يبقى ده المانيفستيت، يبقى هياخد شكلين، سنسي وموتور، لان الاعصاب متهيجه. سنسي هيحصل له تينجلينج حوالين الماوس وفي الديستال ليمز. طب وموتور هيحصل له اتاكس اوف كاربو بيدال سباز في ايديه ورجليه، كاربو بيدال. وفي نفس الوقت ممكن تبقى اسوأ بقى، يحصل له سبازم في اللارنجيال اند ريسبيراتوري، لارنجيال ريسبيراتوري مسل، ونادرا ما يموت مختنق الحمد لله. هنا بقى في بنسالك سؤال، ايه شكل الايد في التيتاني؟ بص معايا هنا، الثم بيبقى ادكت الداخل لجوه. انا على فكره مش حافظها، انا بعمل المنظر وانا بوصف انا شايف ايه. الانتر فالنجيال جوينتس اكستندد، انما الميتاكاربو فالنجيال والريست فليكسد. ادي شكل الايد بالظبط، يبقى دول اكستندد وبعدين فليكشن في الميتاكاربو فالنجيال. وهنا شكل الايد دي زي الراجل بتاع امراض النساء وهو بيحاول يجيب البيبي، فيسموها اوبستريشن هاند، تبقى عارفها. يبقى شكله كانه ايد المولد، ما هو المولد عشان يدخل ايده ما بيعملهاش كده بقى، تدخل ازاي ويجيب البيبي، فبيلمها قوي كده. طب زمان ما كانش فيه طبيب امراض نساء اولاد، كان فيه قابله دايه اسمها اكوشير، فيسموها زمان اكوشير هاند، زي ايد الدايه، زي ايد القابله المولده. تبقى عارف ده سؤال هتتساله، شكل الايد في العيان وهو عنده تيتاني ايه؟ زي دكتور امراض الولاده، اوبستريشن هاند او زمان اكوشير هاند. تبقى عارف هذا الكلام، ده المانيفست. امال نيجي بقى لليتن تيتاني. الليتن تيتاني العيان قاعد كويس، فواحد يقول لك نشخصه ازاي؟ احنا نغيزه، نعمل له ستريس، فالكالسيوم يحصل لما يبقى ستريس يحصل له هايبر فنتيليشن، يفقد سي او 2 الكالوزيس، الكالسيوم ما يدوبش، يحصل له تيتاني، نقول عنده تيتاني كده بتسقط، لان ممكن العيان يموت. فانت تموت العيان وتقول كده عنده تيتاني؟ ايه الخيبه دي؟ ايه العبط ده؟ اوعى تقول العبط ده، مفيش حاجه اسمها نعرض العيان لستريس ونشوف التيتاني، ما نعرضوش لاي خطر. افتكر الأرجوحة، هي ما هو تعريف التيتاني؟ رسمت لك الأرجوحة، نقص في الأيونايز كالسيوم بسبب زيادة الإكسايتابيلتي بسبب نقص الأيونايز كالسيوم، increased excitability بسبب decreased أيونايز كالسيوم. ففي وسيلتين، يعني الأرجوحة الديفينيشن بيقول لك ازاي تشخص. خد عينة الدم وشوف مستوى الكالسيوم في البلازما، لو لقيته تحت 9 يبقى ده عنده ليتن تيتاني، عرضة ان يجيله تيتاني، سهل قوي. انها مش تستريس العيان وتموته وتقول الله يرحمه المرحوم كان عنده تيتاني، عبط غير مقبول. يبقى نشوف الليفل اوف كالسيوم في البلازما، او نعمل تيست تجارب تو شو انكريزد اكسايتابيلتي، تبين الاكسايتابيلتي زي. في ثلاث تجارب اخر واحده ما حدش بيعملها، احنا بنعمل يا اما تروسو تيست يا اما شوباستيك تيست. الايرث دي بس عشان الناس اللي هي عايشه في 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 يعني ده يعني دهاليز الزمن، ساعات يقول لك في تجربه تانية اسمها ايرث، فانا كان اقول لك كله بس دي غير مهمه، ما حدش بيعمل ايرث دي. هتفهم ليه؟ لان التجارب دي مش عاوزه اجهزه في العياده، انما دي عاوزه جهاز، نجيب منين جهاز؟ ثم دي هتؤدي الغرض واحسن. اشهر تجربه في الدنيا اسمها تروسو ساين. تروسو ده راجل فرنساوي عمل التجربه دي في سنه 1801، احب اقول التاريخ قوي. تروسو فرنساوي في سنه 1801، يا عمل ايه الراجل ده؟ حضرتك قاعد في العياده عندك جهاز ضخم، اوكي؟
هتروح حاطط جهاز الضغط حوالين الدراع عادي كانك هتقيس ضغط، وترفع الضغط فوق السيستوليك، فمفيش دم رايح للايد لانك انت قفلت الارتي، مفيش دم رايح، يبقى مفيش كالسيوم رايح للايد، فالايد هيحصل لها تشنج كاربال سباز، يبقى ده عنده تيتن. يبقى بنحط جهاز الضغط ونرفع الضغط فوق السيستوليك، افتح ودانك في اللي جايه 3 دقايق، مش هتسيبها حوالين ايده ساعه، ساعه ايده يحصل لها غرغرينه، ترفع الضغط فوق السيستوليك لمده 3 دقايق، يبقى مفيش كالسيوم رايح للايد فيحصل له سباز. نيجي بقى العبط، الاقي بعض الناس يقول لك هيحصل له كاربو بيدال سباز. يا بابا انت مش عارف تكنولوجي، واحد الزملاء الافاضل كان كاتبها في كتابه وعندي الكتاب كاربو بيدال. قلت الراجل ده مش عارف ترمينولوجي، هي في الايد بس هيحصل له كاربال سباز بس، ما ليه تحصل له في رجله؟ اتس كاربال سباز نوت كاربو بيدال. اللي عنده مانيفستيتري بيبقى في ايديه ورجليه كاربو بيدال، انما التجربه دي بتعمل السبازم فين؟ في الايد بس، يبقى كاربال نوت كاربو بيدال. بيدال يعني رجل، بيدال بيدالو افتكرها خلاص. بيدي كير الستات اللي بيروحوا يعملوا رجليهم، بيدي يعني رجل، العنايه بالرجل، فيبقى هنا كاربال سباز بس، مش عايزين عبط. دي اسمها تروسوتست، اشهر تجربه ليه؟ عاوز جهاز ضغط، ما فيش دكتور ما عندوش جهاز ضغط، ترفع في السيستوليك لمده 3 دقائق، ما فيش دم رايح الدراع، يحصل كاربال سباز، خلاص عنده مانيفستير، ما عرضتوش لحاجه، دي مش هيموت مختنق، ده ايده بس، ايه يعني ما تحصل لها كده شويه. وقلنا شكل ايد هيسالك شكلها ايه؟ زي ايد المولد اوبستريشيان هاند، او زي ايد القابله اكوشير هاند. طيب في تجربه ثانيه، شوفاستيك تيست. شوفاستيك تيست نورمال بيقول لك، ما احنا عاوزين نشوف ايه فكره التجارب كلها، ان الاكسيتابيلتي زايده. لو جيت لشخص طبيعي ولكن انا كده وعملت تابينج للفيشال نيرف ان فرونت اوف اير، يعني رحت ضارب كده خلاص كده تابينج كده للفيشال نيرف قدام الاير، الشخص طبيعي ما يحصلوش حاجه. طب اما الشخص اللي عنده الاكسيتابيلتي زايده، اللي عنده ليتنت تيتانين، لو عملت له تابينج هيحصل سبازم في الليب والنيزال ماسل، الليب والنيزال ماسل، يبقى ده عنده الاكسيتابيلتي زي دي، اسمها شوفاستيك تيست. اخر تجربه بقى عشان نفرح الاولاد اسمها ايربس تيست. ليه مش مهمه؟ لان عاوزه جهاز كهرباء يدي سب ثريشولد جالفانيك. الشخص الطبيعي لا يستجيب للسب ثريشولد لانه سب ثريشولد، ما يستجيبش غير للثريشولد او السوبرا ثريشولد، لكن لو انا عندي الاكسايتابيلتي زايده هستجيب للسب ثريشولد ستيمولاي. ليه بنقول مش مهمه؟ انا ما بشرحش والسلام، عشان واحد من الدكتور يقول دي مهمه ودي مش مهمه، بيزد على في دماغ هنا، في مخ. انا دكتور معايا صباعي اقدر اعمل الشوفاستيك تيست سهل قوي، معايا جهاز ضغط اقدر اعمل الاشهر منها بقى تروسي تيست سنة 1901، إذا ما معيش جهاز يدي جلفانيك كرم في العيادة. فعشان كده الايربس كلام ثيوريتيكال ملوش قيمة ومش محتاجينها، بنقولها بس عشان بعض الناس اللي هي زي ما بقول عايشة في دهاليز الزمن، تسأل أسئلة مجردة تماما من الطب. هنا بنتعلم طب المرض وتعرفه مظبوط وعلاجه وكل حاجة والبيزس، مش حتى مش شغل بقالين هندي أي حاجة. يلا طيب، يبقى اول حاجه قلنا عشان ما نتوهش بنقارن المانيفست بالليتم في اربع نقط. اهم كلمه هنا تحت الرقم اللي كرام الخالق، تحت سبعه يبقى مانيفست لانه واطي قوي، تحت تسعه بس ستيل فوق سبعه يبقى ليتم اور هيدن. طب تاني نقطه، ده ديورنج ريست بيبان الاعراض، انما ده اونلي ويذ ستريس. طب تالت نقطة نشخصه ازاي؟ ده انت شايف الأعراض. الأعراض جزء منها سنسوري وجزء منها موتور. سنسوري تينجلينج، شكشكة حوالين البق وفي الهاند والفوت الديستال ليمز. طب الموتور كاربو بيدال سبازم، سبازم في الإيد والرجل. في السيفير كيسز هيحصل في اللارينكس والريسبيراتوري ماسل وقد تؤدي إلى أسفكسيا. وطبعا عنده هايبر ريفلكسي، هايبر ريفلكسي.
الحاله دي الاكسيتابيلتي زايده هايبر ريفلكس. انما هنا ما الراجل قاعد لازم يبقى ستريس، مش هنعمل له ستريس. نرجع للارجوحه، ما هو التيتاني؟ نقص الايونايز كالسيوم في الدم يؤدي الايونايز، اوعى تقول كالسيوم ازعل قوي، نقص الايونايز كالسيوم يؤدي لزياده الاكسيتابيلتي. يبقى اشوف الكالسيوم في البلازما او اشوف تيست تو شو انكريز الاكسيتابيلتي. اشهر واحده تروسيت بتاعت فرنساوي اللي هي الشوفاستيك، ما حدش بيستخدم الايرز بتاعت سب ثريشولد الجلبري. نيجي نقطة رابعة والأخيرة اللي هي التريتمنت. عاوزك تعيش مع الموقف، عيان اتشنج قصادك وقد، ما بقولش قد، يموت بسبب التشنج في عضلات التنفس والحنجرة، تعمل ايه؟ بسبب نقص الأيونايز كالسيوم. جاوبها انت، عنده تشنج قد يموت مختلق بسبب نقص الأيونايز كالسيوم، تديله ايه؟ الإجابة في داخل السؤال، أدي له كالسيوم. فبدي العيان كالسيوم في الوريد لأني مستعجل، بس لأني مش مستعجل على عمره بديهوله سلولي، وقلتها 100 مرة في 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 محاضرات السنة الماضية، إنه الكالسيوم، حقن الكالسيوم تعطى ببطء شديد في الوريد. ليه؟ دي اهم معلومه في الطب، والا هتوقف القلب انسيستول. لو عيان اديت له حقن الكالسيوم بسرعه القلب هيقف في حاله انقباض، لان الكالسيوم بيزود انقباض. اهم معلومه ان انت مستعجل بس مش على عمره، مستعجل فبتديها له في الوريد، لكن مش مستعجل على عمره بتديها له سلولي. تدي له حقن 10 سم كالسيوم بتركيز 10%. خلاص ده القصه. واحد يقول لي طب يعني انا هبقى جاهز ازاي بحقنه الكالسيوم؟ اقول لك بقى فقره معلومات عامه جميل للزملاء الاصغر سنا. استاتيستيكالي، وانا احب جدا الاستاتيستكس، ربع حالات الزيارات المنزليه بتبقى حساسيه. يعني في كل اربع حالات هيندهوك في البيت حاله منهم حساسيه. ايه احسن علاج للحساسيه؟ حقن الكالسيوم. تصور يعني انت الحقنه دي موجوده، ما فيش دكتور ماشي من غير حقنه الكالسيوم، لان ربع الحالات اللي بيشوفها الرجي هتتعالج بانه يدي كالسيوم. نفس الحقنه دي ممكن تديها في حالات التيتاني. حقنة ما فيش دكتور ما عندوش حقنة كالسيوم، والرقم لطيف 10 10 10 سنتي 10%. طب ان بتوين بقى العيان وهو ما عندوش الاتاك، اديله اورالي بقى كالسيوم، وايه تاني مهم قلناها؟ ومغنيسيوم الكالمات، واديله فيتامين دي عشان يساعد الابزوربشن. ده ان بتوين، ده اتاكس. طب نيجي علاج الليتنت تيتاني. راجل قاعد ما عندوش تيتاني مش متشنج، اشكشكه ليه؟ انما في احتمال يجيله تشنج، يبقى اديله كالسيوم بالفم، كالسيوم اورالي. وطبعا اقول له عليك بالديري برودكتس، منتجات الالبان، وقلنا اهم واحده فيهم مين؟ الزبادي. الزبادي لانه اسيدك سهل الامتصاص، يدوب يمتص. وقلت ما فيش دكتور فاهم يدي كالسيوم فقط، لازم كالسيوم معاه فيتامين دي تو هيلب الابزوربشن. حتى قلناها في الولاد اللي عندهم ريكتس والستات اللي عندهم ضعف في العظم، مفيش حاجه اسمها تاخد كالسيوم بس، تاخد كالسيوم مع فيتامين دي. الكالسيوم لوحده مش هيمتص لوحده، لازم معاه فيتامين دي. واحد يقول لي اه ما فيتامين دي بيتعمل في الجلد باشعه الشمس، يا سيدي ما بتتعرضش للشمس. ست مغطيه روحها تماما، مفيش حتى لما بتخرج في البتاع مفيش حاجه باينه تتعرض للشمس، تسكر حتت قليله في جسمها اللي باينه. عشان كده قلتها برضه فقره معلومات عامه من اهم المعلومات. وقلتها في حلقات تلفزيونيه كثيره. الاونلي نيوتريشنال سبلمنت اللي يجب كل الناس ياخدوها لما يكبروا نسبيا في السن فيتامين دي. يعني انك تروح الصيدليه تجيب يعني تجيب سنترم وفيتامينات ومعادن، كل ده بتضيع فلوسك، حاجه واحده بس لازم تاخدها فيتامين دي. ابزوربشن. طيب بعد كده نيجي اسيديفاينج سولتس تو هيلب الايونيزيشن، مش مهم قوي. يبقى المهم ثلاثيه كده بيحبها الناس، ثلاثيه من ثلاثيات نجيب محفوظ، كالسيوم اورالي معاه فيتامين دي عشان الابزوربشن، معاه اسيديفاينج سولت عشان الايونيزيشن. طب السؤال الصعب اللي جاي وننهي بيه، احنا قلنا ان اشهر سبب للتيتاني هو الهايبوباراثايروديزم. يبقى مخي يقول لي يبقى ادي باراثورمون هرمون. خلاص ما دام اهم سبب هايبوباراثايروديزم نقص هرمون الباراثورمون، يبقى ندي باراثورمون.
الإجابة خطأ. ليه؟ الباراثورمون تركيبه إيه؟ ده طالع من الباراثيرويد، تركيبه بولي بيبتايد، حاجة و80 أمينو أسيد. تاخده أورالي هيتهضم. ده مش نافع. تاخده بالحقن هيكون ضده أنتي بوديز وهيفقد فعاليته. طب مين ابن الباراثورمون واللي أحسن منه؟ فيتامين دي. يبقى لو كان السبب هايبو باراثيروديزم هدي احد مستخرجات فيتامين دي اسمه AT10. ده ابتدوا بيه على فكره، دلوقتي اتطور لحاجات اكتر. يعني اول مره العيانين اللي عندهم هايبو باراثيروديزم مش عارفين يديهم باراثورمون، لانه فولي بيبتايد هياخده اورال يتهضم، هياخده بالحقن يكون انتي بوديز، فبندي اللي زيه واحسن منه اللي هو فيتامين دي سينثيتيك برودكت، كان اسمه AT10. دلوقتي في حاجات احسن، لاني بحب المعلومات العامه فطالب يسالني هو ليه سموه AT10؟ لان هذا المستخرج تم اكتشافه في التجربه رقم 10، فهو انتي تيتانيك نمبر 10. يبقى AT10 دي اختصار في حالات التيتاني، انتي تيتانيك، اي تي يبقى انتي تيتانيك. ليه 10؟ عشان تم اكتشافه والوصول للتركيبه الحلوه في التجربه رقم 10. ده اللي هو التيتاني، واحد من اهم الامراض في الطب. هقول النقاط الاساسيه في عجاله، 4 نقاط باي ديفينيشن: زياده في النيورو ماسكولار اكسيتابيلتي بسبب نقص، افتح ودانك قولها لي صح، ايونايز كالسيوم. هيسالك ليه الايونايز كالسيوم بيزود الاكسيتابيلتي، هتقول له انه بيقلل الثريشولد بتاع الفولتج جيتد كالسيوم شان. النقطه الثانيه الكوزس، تعرفها ازاي بطريقه جميله، ترجع المعادلة اللي قلناها 100 مرة، كالسيوم تايم فوسفورس او سوليبيلتي برودكت، تاخدها من الاخر الاول، حاجة تقلل السوليبيلتي الكالوزس، او نزود الفوسفيت، فوسفيت ريتنشن كرونيك رينال فيلر، او ننقص كالسيوم، نمرة 3 فيها 3، عشان كده 5 اسباب، اهمهم هايبو باراثيرويديزم، ازالة خاطئة لغدة الباراثيرويد في اثناء الثيرويدكتومي، او ديكريزد ان ستاينال ابزوربشن اوف كالسيوم كنتيجه انه قليل في الاكل او مفيش فيتامين دي، او بتاكل اكل فيه اكسسيف اوكزاليت وستريت، ولا تنسى في البلاد ترانسفيوجن بيبقى فيه ستريت لمنع التجلط، ممكن العام بعد ما ياخد كميه كبيره يجيله تيتاني، عشان علمتكم طب تماما. النقطه الرابعه الثالثه اسف التايبس، يا مانيفست يا ليتن، قارناهم في 3 نقط، والنقطه الرابعه اللي هي التريتمنت في المقارنه، هنا تحت 7، هنا تحت 9 بس فوق 7، هنا مانيفست في مانيفستيشن بتظهر دورينج ريست، انما هنا اونلي وستريس النقطه الثانيه. طب ايه المانيفستيشن؟ سنسي وموتور، والموتور 2 يا حاجه ما تموتش كاربوبريدال، يا حاجه تموت ممكن تموت لارنجيال ريسبيراتوري. طب هنا هنشخصها ازاي؟ من الارجوحه، اي من الارجوحه انك انت هتبقى تشوف الكالسيوم في الدم تلاقيه ناقص، او الاكسيتابيلتي تعمل تيست تشو انكريزد اكسيتابيلتي، تروسي اللي هي الاشهر، جهاز الضغط ترفع فوق السيستوليك، يعني مفيش دم رايح للدراع لثلاث دقائق، هيحصل كاربال سبازم بس، كاربال بس. شوفاستيك تضرب على الفيشال نيرف ان فرونت اوف ذا اير، هيحصل سبازم في النوز والليب ماسلز، والتي لا تستخدم الايرب ساين، العام بيستجيب لسب ثريشول جالفانيك، سب ثريشول جالفانيك. العلاج هنا مستعجل، هتاخد الكالسيوم بالحقن وما بين الاتاكس هتعمل نفس العلاج بتاع الليتن، هتدي له كالسيوم اورالي مع فيتامين دي يساعد امتصاص، دي مش مهمه قوي. الثالثه اسيديفاين سولتس يساعد ايونيزيشن، واذا كان السبب هايبو باراثايروديزم ارجوكوا لا تستخدموا الباراثورمون، لانه بولي بيبتايد هيتهضم او يعمل الرجي لو اتاخد بالحق. بنستخدم احد مستخرجات فيتامين دي اللي اول واحد عرفوه كان افكتيف، كان اسمه انتي تيتانيك نمبر 10، لانه اكتشف في التجربه رقم 10. وفي الاخير بشكركم لانكم اديتوني وقتكم، وهو اثمن شيء في الحياه، واتمنى اكون افدتكم، ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله، ونلتقي باذن الله في الاسبوع القادم مع السوبرا رينال جلاند والانسولين البنكرياس.